طيب خلينا بقى نروح بعد كده لخبر اخر ومش خبر يعني مفرح اكيد. امبارح رحل واحد من لاعبي الاهلي ومنتخب مصر السابقين هو الكابتن ميمي عبد الحميد. اصدر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي وقطاعات النادي نعي للكابتن ميمي عبد الحميد نجم الاهلي ومنتخب مصر الاسبق اللي توفي امس. طبعا داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته واكيد يلهم اسرته الصبر والسلوان. كابتن ميمي يعني مدافع النادي الاهلي كان من الجيل الذهبي للنادي الاهلي مع كابتن صالح سليم عادل هيكل وطارق سليم. ربنا يصبر اهله ويرحمه يا رب. البقاء لله وخالص التعازي لكل اسرته ولكل ذويه.